الجسر الثالث جسر من الجسور المهمة في مدينة الموصل، أحيل إلى شركة أشور العامة للمقاولات الإنشائية اللي هي إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات المباشرة الفعلية في الجسر تاريخ 17/7/2019، مدة تنفيذ العمل 540 يوم. الشركة تعمل بكل جهودها لتقليص مدة تنفيذ العمل. مدة بصراحة برنامج تقدم العمل المخطط له بحدود 10%، المنفذ على أرض الواقع 15%، أي سابقين برنامج المخطط له. هناك أكو أعمال ما بالموقع إضافية مثل أعمال الصب، هذا تجهيز الجسر. بصراحة أكو فقرات عدة يعني ماخذة عدة اتجاهات بالتنفيذ. قسم من الفقرات تنجز موقعيا، مثلا صب الأعمدة وقبعات الأعمدة بالجانب الأيسر كملت بشكل نهائي، من المؤمل تركيب الروافد إن شاء الله نهاية الشهر الحالي ليكون إنجاز المرحلة الجانب الأيسر تقريبا متكاملة. زين، هناك أيضا باتجاه آخر القوس الحديدي في مكان آخر في بغداد تمت المباشرة بالعمل به، بالإضافة إلى ذلك هناك فقرات تنجز بالجانب الأيمن من العمل من أعمدة وصب روافد وفقرات متداخلة في جميع الاتجاهات إن شاء الله. يعني السادة ياد العمل ما فقط في الجانب الأيسر، لا لا، هناك أيضا عمل في الجانب، عمل في الجانب الأيمن وعمل في بغداد أيضا، تحضيرات للقوس الحديدي وأعمال مثل ما قلت لك متداخلة إن شاء الله حسب البرنامج المخطط له. سادات هاي الأعمال كلها تخضع للفحوصات المختبرية، الإشراف، جميع الإشراف من قبل مجموعة مخصصة من مهندسين الكفؤين مدير طرق وجسور نينوى، وتخضع لفحوصات كاملة بالمكتب الاستشاري لجامعة الموصل، ولدينا أيضا استشاري من جامعة الموصل لمتابعة العمل وتذليل الصعوبات. بالنسبة للجسر الثالث تعرض إلى الأضرار في الجزء الأيسر وأضرار في الأيمن نتيجة العمليات العسكرية أثناء عمليات التحرير لمدينة الموصل. الأضرار اللي بالجانب الأيسر كل أهل الموصل يعرفوها، هي عبارة عن سقوط 5 فضاءات في الجانب الأيسر وسقوط القوس الكونكريتي اللي يعتبر أحد الأعضاء الرئيسية للجسر في الجانب الأيمن. باشرت شركة آشور طبعا بتمويل من محافظة نينوى وبتكليف من وزارة الأعمار والإسكان، باشرت شركة آشور للمقاولات كشركة منفذة، وأول ما باشرت بالجانب الأيسر، والحمد لله يعني مثل ما تشوفون بالجانب الأيسر تم يعني أكملوا العمل في صب الأعمدة والكروس بيم اللي هي في أعلى الأعمدة اللي تسند الروافد. العمل في الجانب الأيمن بالنسبة للجانب الأيمن يشمل تصنيع القوس الحديدي، وهذا مكلفة به من خلال عقد آخر اللي هي شركة تعمير في بغداد، وباشرت هذه الشركة بإعداد المخططات التصنيعية. هي موجودة مخططات تصميمية لكن الآن مخططات تصنيع القوس الحديدي، فباشروا به ومضت تقريبا من المدة 20 يوم، وهم متعهدين خلال هذا العقد أنه خلال 6 أشهر يكملون تصنيع وتركيب القوس.